محمود، هو النقطة الأخرانية دي اللي قالها الأستاذ جمال، قانون الشغب موجود. قانون الشغب خدنا فترة كبيرة لو تلاحظ، من بدأ من الوزير العام اللي وقتها لما كان بيتعمل إعداد لمشروع القانون بتاع الرياضة، اتعملت قانون الشغب موجود في قانون الرياضة. أيوة، ما أنا بقول عمل المستشار أسامة قنديل بمواد حاكمة بأمانة شديدة. أنا كنت أتمنى إن هو بعد ما تم الاعتماد القانون في عهد الوزير خالد عبد العزيز انه يتاخد الفقرات اللي اتعملت، لا اتشالت، واتاخد فقرات العقوبات والدفع عليها مادة 83 و 83 ا وب وجيم و 85 ا وب وجيم. السؤال هنا الحق عند مين اللي يطبق القانون الشغب على الناس؟ هل هو اتحاد الكوره وقتها؟ اتحاد الكوره قال لك انا ماليش دعوه، انا ما طبقش. هل كل حاجه انت هروبا يا مصطفى، هروبا من المسؤوليه، ما هروبا من المسؤوليه. الامن، هل انت هنا بتدي للامن مسؤوليه كل حاجه وبتحمل عليه؟ يعني هو بامن لك الملعب وقاعد مثلا مستلم الملعب من امبارح او من النهارده الصبح واقفين لغايه المباراه تنتهي. هنا بيطرح فكره اللي احنا قلناها يا كابتن اسلام، انك انت لازم في عندك حاجه اسمها امن الملعب، يعني الامن الجنائي يامن دايره الملعب للدخول والخروج، لكن جوه لازم يكون عندك امن ملعب دول بتوعك، يعني موجودين حافظين جمهورك عارفين افرادك. لما اقول لك في شغب جه من المدرج ده، يعني مثلا مع الفارق انه مثلا في مباراه ايمانويل ديبور لما ترمت عليه موزه في ماتش توتنهام، وقتها لما اتخذ القرار، اتخذ قرار بمنع المدرجين دول مثلا من دخول الملعب لمده 6 شهور. كل اللي في المدرجين الكاميرات جابت اللقطات، الوشوش والناس هي اللي عملت الكلام ده. هل احنا صعب ان احنا نوصل للمرحله دي؟ موجوده اعتقد. لا انا بكلمك حتى هي صعبه، هي صعبه والله، موجوده في الورق. انا بكلمك موجوده على الورق، هي موجوده، بس انا بقول لك ايه، مين اللي طبق؟ يطبق اتحاد الكوره من خلال مراقبين ليه ومن خلال ناس موجوده. ما انت ايه، يا تكمل منظومتك يا تقول انا مش قدها ومش قادر ادير، لكن تحمل الليله كلها. عايز الامن اللي جوه والامن اللي بره، طب ما تخلي في كل امن، كل نادي، كل ملعب لابد يكون ليه افراد امن مسؤولين امنيين طبعا متدربين وفاهمين حاجه. يا كابتن اسلام، مع وجود الكاميرات، ما الكاميرات دورها ايه؟ ان هي بتجيب من اين صدر الشغب، من اين، من وقت ما جه. وعلى فكره احنا جمهورنا الغالبيه، جمهورنا والله جمهور كوره وجمهور طيب وعاوز يروح. هناك افراد فرضوا سيطرتهم واصبحوا اوصياء على الجمهور، وهم يجلسون في منصات التكييف يكتبون كما يشاءون. اذا لم يتم الضرب بيد من حديد على هؤلاء ومثير الفتن وما يكتب من بوستات في غايه الخطوره، ترك لها الامر مشاعا يكتبون ويسردون حكايات وقصصا غير حقيقية تم ترفيقها لأفراد وأشخاص وكيانات. هؤلاء يعني عاوز أقول لك بغوا، أصبحوا يمتلكون يعني أدوات قاتلة أرعب من أنك تنزل تقتل في الشارع، لأنه قاعد بيقرأ في المواد ده بتحكي له قصة. ده إسلام الشاطر كان في الساحل وقابل فلان من مشجعين فلان وعمل كذا كذا كذا، ده ما حصلش أصلا، ما حصلش. وخلي بالك أنت هنا، هنا أنت يا كابتن إسلام إيه؟ انت هنا خلي بالك السماح، خطوره الامر في الجزء السماعي. أيوة. احنا عندنا ناس غالبيه ما بتفكرش في الامر الا يقعد يقول لك ايه اشوف الامر. فانا عاوز اقول لك ايه، نقطه اساسيه من نقاط القضاء على التعصب براسه هو قطع رؤوس يعني امثال هؤلاء من